الانفتاح على الفضاءات هذه بداية التجربة من مهرجان المدينة. انتم تابعتم على مهرجان المدينة وكان في أكثر من فضاء. اليوم ولت عنا التقاليد أن ندخلوا للفضاءات الكبرى كما الملاعب الرياضية في انتظار وأنه يكون عنا ينجز في أقرب وقت المسرح الهواء طلق. كانت تجربة أولى حدث إقبال جماهيري كبير والعرض كان في مستوى انتظارات الحضور وفي مستوى انتظارات الجماهير اللي متعطشة للعروض الثقافية. وهذا الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.